الجزيري يعني دو كا سينونيم. كيفاش سينونيم؟ الاثنين جماهير ما همش ولا بد معاهم. فقلت له قيس الحكاية مونتال ولا شنية الأنانية مثلا؟ قال لي مش أنانية سي خليفة مع الأسف. قلت له شنية؟ قال لي جزيري قوي بويسان ولكن ياخذ ديما القرار الخاطئ. وقت يلزمو يسجل ما يسجلش يمرر، وقت يلزمو ياخذ مسؤولية ما يسجلش. بلال قال عنده دي هو اي دي با ولكن يبقى مدافع قار 8 سنوات في الأكابر في نادي الإفريقي، مش شوي، هو شاهد على البطولة الأولى 2008. يعني قال لي صراحة قسوة الجماهير مبالغ فيها شوي. قال لي تشوفوا سناء بلال وتشوفوا سيف الدين الجزيري، لأنه بلال وصل حتى أنه شك في روحه، يعني خاطر إنسان يشوف في روحه في كل ماتش يتعرض لانتقاد، يتعرض يولي يشك لمياه بكل كالنجم نكون